وكل وكل من اقتحم عنوة أي من مقار المحاكم والنيابات أو أخل بسير العدالة أو نظام الجلسات يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز 10,000 جنيه. فإذا وقعت الجريمة أثناء انعقاد الجلسات كان للمحكمة أن تأمر بالقبض على المتهم أيا كانت حصانته وأحالته إلى النيابة العامة بمذكرة فورا، وعلى النيابة أن تتصرف في الدعوة خلال 48 ساعة. ده النص الجزء الهام في المادة 18 اللي عليه الخلاف ما بين المحامين والقضاء. معايا الأستاذة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بيكم. منورانا في نهارك سعيد. والحقيقة قبل لقاء حضرتك على طول كان معانا سيادة المستشار علشان نتكلم معاه برضو عن هذه الأزمة. هل في أي جديد في الموضوع واعتراضكم الكبير على المادة 18 بالرغم من أنه السيد المستشار كان بيقول أنه هم ما يعني مش من حقه أنه يحبس ومش من حقه أنه هو يعمل أي حاجة، ولكن الموضوع كله بيتحول بعد كده للنيابة إذا تم أي خلل في المحكمة بسبب أي شخص أين كان هو مين حتى لو بيتمتع بحصانة. هو الحقيقة احنا اعترضنا مش على المادة دي بس لكن فيما يتعلق بالمادة دي مادة انفعالية مبنية على ما حدث في طنطا قبل كده من مشاحنات ما بين وكيل نيابة شاب ومحامي شاب. وهذه المشاحنات لم يتم فيها العدل والإنصاف للطرف المضرور يعني، وتحولنا ساعتها في إدارة الأزمة دي لقبيلة القضاء وقبيلة المحامين. مش قضاء ومحامين يرفعوا من شأن العدالة. انتصر القضاء لوكيل نيابة أخطأ في حق محامي، وانتصر المحامين لمحامي رد الخطأ ده. فده قرار انفعال. يعني اللي حصل ده حضرتك امتى كان؟ اللي حصل ده السنة اللي فاتت. وكانت القصة سريعا كده انا مش فاكرة بالظبط الشهر ايه بس كانت قصة كبيرة يعني سريعا كده. شاب وكيل نيابة والده مستشار دخل مش بمعايير الكفاءة. المحامي اللي قصاده هو الولد المتفوق زميله في الجامعة، وحصل مشاحنات شباب صغيرين يعني عملت ايه بالمذاكرة الكلام اللي انت عارفه ده. فشدوا مع بعض وكيل النيابة طلب الحراس. يعني حضرتك عايزة تقولي ان الموضوع ساخم من بقاله سنة. طبعا لانه وكيل النيابة طلب الحراس يضربوا المحامي، فالمحامي نزل جاب زمايله المحامين. فزي ما بقول لحضرتك الكبار من القضاء ما انتصروش لمفهوم العدالة. يعني احنا عندنا في حاجة اسمها ايه المتسبب، وفي يعني في تفاصيل كتير في الموضوع. لا بقت القصة قبيلة القضاء انتصروا انه كيف ان محامي ضرب وكيل نيابة، لكن ما شافوش ايه اللي حصل وازاي وكيل نيابة. سيبك بقى من الموضوع بتاع السنة اللي فاتت ده وخلينا نوصل للمشكلة الأساسية دلوقتي. المشكلة الأساسية دلوقتي في قانون السلطة القضائية ثلاث مناطق محتاجة إعادة النظر فيهم. المنطقة الأولى هي انتداب قانون السلطة القضائية لم يناقش انتداب القضاء. بمعنى ايه؟ انه كيف نتحدث عن استقلال القضاء ويبقى عندي قاضي بيروح ينتدب علشان يشتغل في مكتب وزير مستشار لوزير، يبقى انا هنا بفصل ازاي ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. ادي اول مشكلة معترض عليها المحامين. المشكلة الثانية هي مشكلة التوريث في القضاء. في نسبة كبيرة من القضاء في أولاد القضاء دخلوا القضاء. المشكلة هنا أنه أنت المدام بتاخد معيار التوريث في القضاء أنت ما بتبنيش على معيار الكفاءة. فاهميني يعني إيه توريث في القضاء؟ معلش. بمعنى أنه المعايير الأساسية لاختيار زي ما سيادة المستشار تفضل بيقولك أنا من 30,000 كل سنة باخد 1,500. كويس. ده معناه أن أنا لازم أخد صفوة الصفوة من 1,500 من 30,000 دول. كويس. الداخل القضاء كان زمان علشان تدخل حضرتك النيابة لازم تبقى متفوق من الأوائل في الكلية، مستوى يعني ثقافي معين. تمام. لفترة طويلة حصل في القضاء في مصر حاجتين الحقيقة في منتهى الخطورة. إنه بدأ يتم التجاوز عن معايير الكفاءة بالدعاء إنه معايير إنه من بيئة قضائية وخارج من بيت قضائي، فبنجد نسبة كبيرة من وكلاء النيابة ومن القضاء النهاردة يعني أولاد قضاء. طيب هنا لما بتغير المعيار الكفاءة بمعيار تاني ما هواش
على نفس المستوى انت بتبقى قدام وكيل نيابة ما هوش مؤهل احيانا القضاء يبقوا اكثر كفاءة منه قدام قاضي ما هوش مؤهل بالدرجة الكافية بيبقوا اكثر ده بيخلق تشحنات وبيخلق المشاكل. الحاجة التانية اللي حصلت وفيها مشكلة وعشان كده احنا بنقول احنا مش قضيتنا بس المحامي احنا قضيتنا العدالة كلها ان القضاء من جوه محتاج يتطهر لانه في كمان نسبة كبيرة دخلت القضاء كانوا ضباط شرطة بالاساس مع كامل احترامنا لضباط الشرطة هم بيدرسوا العلوم الشرطية بدرجة أعلى من القانونيين وبالتالي احنا عندنا مشكلة كمان هذه المشكلتين أدوا لإيه بقى أن انت بتبقى عندك مشاحنات لها علاقة بمستوى الكفاءة داخل المحكمة لما بتقف انت كمحامي قدام قاضي هو ما بيسمعكش لأنه هو في النهاية لم يتعود وهو لسه طالب أنه يقعد ويذاكر ويجتهد ما بيسمعكش ما بيقراش الملف قدامه ده بيخلق حالة التشاحن اللي احنا بنشوفها واللي كان نموذج منها الحالة بتاعت السنة اللي فاتت. طب بدل القضاء ما يعملوا قانون أولا يؤكد على استقلال القضاء اللي احنا وقفنا جنب منه في 2005 وتسجلنا بسبب حركة استقلال القضاء في 2005 لما خرجوا بالأوشحة في الشارع قدام دار القضاء العالي مصر كلها مش المحامين وبس مصر كلها وقفت وراه فعلشان نتكلم على قانون سلطة قضائية يساعد على استقلال القضاء لازم كمان يبقى في معايير تؤدي إلى تطهير القضاء وبالتالي لازم نبص على موضوع انتداب القضاء داخل الهيئات التنفيذية والسلطة التنفيذية لازم نبص على توريث القضاء ونبقى ضده ونرجع تاني لمعايير الكفاءة عشان بقى أوصل للي حضرتك بتقوليه ده هياخد وقت قد إيه عشان أطهر القضاء احنا والناس تقعد قاعده في بيوتها مش لاقيه مش عارفه تروح تعمل قضيه ولا لا انا هقول لحضرتك عشان اعمل المنظومه دي لو انا هفترض كل الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده صح تمام اول حاجه ان انا اضبط ميزان العداله لا يجب ان يتم التعامل ما بين القضاء والمحامين بدرجه من الترفع من اي من الطرفين لانه الاثنين من غير الطرفين المحكمه مش هتشتغل يعني لو القضاء قرروا ما يشتغلوش احنا مش هنشتغل ولو احنا قررنا ما نشتغلش هم مش هيشتغلوا بيحصل يعني هل فعلا في حاله من الترفع من القضاء على المحامين طبعا ترفع وتعالي وفي اجراءات محتاجه تنضبط وفي محتاجين نحط ميثاق اخلاقي زي ايه حضرتك انا قدامي اصلي يعني عشان كده اخذته من السيد المستشار القانون يعني زي ايه لا الماده دي في حد ذاتها ان تساوي المحامي بجموع المتقاضين انت هنا بتخل بمنظومه العداله ازاي هو ازاي ازاي انا الماده هي قدامي يعني لما يقول لك انا دلوقتي بيحاطط الماده بيتكلم فيها على انه لو حصلت اي مشكله هو ما ادانيش ايه المشكله دي اللي قالها ان هو حد بي 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 بيتعدى على المحكمه بيتعدى على المحكمه واللي يتعدى ده ما حصلش والقضاء يمارسوا عملهم في حمايه المحامين في المحاكم تمام المحاماه مهنه عريقه بقى لها اكتر من 100 سنه في مصر عظيم. لا يستطيع احد التعدي على قاضي في وجود المحامين في المحكمة عظيم. كويس عظيم. هذه المادة مادة انفعالية ضد المحامين وليس ضد باقي المتقاضين لأنه قانون السلطة القضائية في الأول بيحكم ده ما احنا عندنا في قانون المرافعات جرائم الجلسات كنا محتاجين ليه نضيف مادة في قانون السلطة القضائية هل بتقوليه صح بس نعم. فين اللي حضرتك بتقوليه جوه المادة دي اللي انه هو انت عندك مادة مطاطة اولا هي مادة ملهاش لازمة لأن أنت عندك قانون المرافعات بيتكلم على جرائم الجلسات من حق القاضي إن هم يحبس أي حد يتجاوز في الجلسة وبنشوفها في الأفلام حتى المش متخصصين يقولك هتسكت ولا حبسك إنما دي مادة زيادة مطاطة جدا وشفنا دي مش أول حادثة اللي حصلت السنة اللي فاتت احنا شفنا قبل كده بعض من القضاء وعادة بيبقوا شباب وصغيرين يقول للقاضي هحبسك بالروب ده بيقول للمحامي هحبسك بالروب وده بتحصل مشاحنات ودي مش أول مرة وبالتالي هذه المادة مطاطة واسعة تبقى المشكلة إن أنت عندك الحكم فين الحكم اللي هيقرر ده هو القضاء نفسهم فإذا تحولنا إلى قبيلة قضاء وقبيلة محامين يبقى احنا ما بنتكلمش على العدالة طبعاً. لما يجي يقول لي انا مش هحكم فيها بس هحولها للمحكمة طيب التجارب السابقة قالت ان المحكمة انتصرت للقضاء لما المحكمة في حادثة طنطا تنتصر لوكيل نيابة بعت الحرس يضربوا واحد محامي يبقى احنا هنا كان لازم الاثنين يتعاقبوا ما بقولش ان في حد مسؤول او حد مش مسؤول عشان كده هذه المادة انفعالية مادة مطاطة واسعة تساوي ما بين المحامين والمتقاضين في أي دولة من دول العالم يعني أنا كنت في فرنسا المحامي لا يدخل المحكمة من باب المتقاضين المحامي يدخل المحكمة من باب القضاء ومن باب النيابة يعني وكل القضاء بتوعنا الحقيقة أو أغلبهم إما سافر درس برا ويعرف ده كويس إما إنه هو موجود في مصر ومطلع على ده فلو احنا بنتكلم على منظومة استقلال القضاء احنا المحامين أحرص على استقلال القضاء لكن نحن أمام حالة
استقلال بالقضاء وليس استقلال القضاء. يعني استقلال القضاء ان انا ابقى حريصة على القاضي ان هو يبقى حر في اتخاذ قراره، ما هوش متأثر بانه منتدب عند المستشار عند الوزير الفلاني او كذا، انه يبقى مجتهد ومتفوق مش داخل عشان بابا هو المستشار وعمره ما قرأ كتاب قانون وكان بيذاكر من المذكرات. يعني نحن المحامين من مصلحتنا الاستقلال الحقيقي أكيد. للقضاء أكيد. ووقفنا ورا طيار استقلال القضاء، لكن اذا وصل الامر لاننا عايزين نستقل بالقضاء ونحولها الى يعني ايه دوله داخل الدوله ونمارس ارهاب نفسي ضد اي حد عايز يعترض او يتكلم. يعني هقول لحضرتك من سنتين الكاتب فاروق جويده اتكلم على مشكله التوريث في القضاء. ايه اللي حصل ساعتها؟ ما ناقشوش القضية هل هي جادة ولا غير جادة، لكن فاروق وده اتعمل ضده بلاغ في النيابة وتحقيق دخل على أثارها المستشفى بأزمة قلبية. احنا هنا محتاجين نناقش ونفتح بعد الثورة دي، بعد رفضنا لتوريث حسني مبارك لابنه البلد، الشعب المصري مش بس المحامين مش هيقبل انه في اي حاجة تتقفل على مشاكل جواه. احنا المحامين عندنا مشاكل والقضاء عندهم طيب مشاكل، محتاجين نفتح حضرتك ونناقشه بحريه انه ده وقت اللي بيحصل ده في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها. وايه راي حضرتك في انه بيقال انه ازمه المحامون هي ازمه مفتعله؟ يعني هي فعلا ممكن يكون في مشاكل، ولكن يعني الازمه الى حد ما في لبس وهما ما يقصدوش ده، والقضاء مش هو ده اللي بيعنوه. يعني ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ أنا رأيي أنه دي مش أزمة إحنا خلقناها، إحنا فوجئنا بقانون بينزل على دماغنا من فوق. أما وإن القانون ده بيمس مهنتنا وعملنا كان لازم يتناقش بشكل جمعي. ليه حصل حالة من الترفع والقضاء بيناقشوا لوحدهم وإحنا بنناقش قانون المحاماة لوحدنا؟ نحن نتحدث عن عدالة في مصر، عن إحقاق العدالة في مصر، وبالتالي عندي قانون بينظم الحاجات دي، قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة. نحتاج إلى لجنة مشتركة لمناقشة الموضوع. ابتزاز المحامين بفكرة أننا نعطل المحاكم، في الحقيقة إحنا بناخد إحالة جلسات أحيانا 6 أشهر، القضية بتقعد 2 و3 سنين في المحكمة وهي ما تاخدش 2 شهر. يعني ده حديث له شجون، حديث مصلحة الناس وإطالة الأمد التقاضي أو غلق المحاكم، أنا أعتقد أن حديث في غير محله في هذا الموضوع. الحديث عن أننا قدام حالة انتخابية، هناك حالة انتخابية في نوادي القضاء وهناك حالة انتخابية في نقابة المحامين، ويعني أيضا الحديث أو إقحام الانتخابات في هذه المناقشة ليس من مصلحة القانون. وبالتالي من مصلحة القانون أن لدينا حكماء من المحامين ولدينا حكماء من القضاء، ونقعد مع بعض نتناقش على الهدف الأساسي أن نعلي من العدالة في مصر ونناقش كل القضايا.